فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة بثوب فيه دم؟ إذا كان الدم نجسا يلزم غسله، وثيابك فطهر يلزم غسله. سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه. يجب غسل الدم النجس عن الثوب للمصلي، لأنه من أزالة النجاسة، ومن شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والبقعة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.